مرحبا بكم من جديد في قناة ماجو ايدو. اليوم غنشوفوا التطبيق رقم 3 واللي هو يعتبر جديد على الاولى بكالوريا، جديد على الاولى بكالوريا، لكنه ايضا جديد على الثانية بكالوريا، وهو استعمال دالة او مساعدة دالة لدراسة واحد المشكلية. اذا بالتالي غنشوفوا ما يقال يعني في الساحة عند التلاميذ، ان هناك مشكلية في الوطن داخل الدالة ومشكلية خارج الدالة. وبسم الله الرحمن الرحيم غنبداو بالتوفيق من الله. اذا دونك اول حاجه غادي نلخص لكم التطبيق اللي هو يعتبر يعني من التطبيقات اللي كنشوفوها في الوطني كما قلنا قبل، اما المتشيريه خارج الداله واستعملنا تطبيقين يشابهان او يشبهان هذه العمليه. الان غنشوفوا التطبيق رقم 3 اللي هو يعتبر ب او ما يسمى بالمتشيريات داخل الداله. اذا باش نجي بالخلاصة، أول حاجة إذا بغينا ندرسوا أي مشكلية داخل الدالة، أول حاجة حنا نبريو على الرتابة ديالها، يعني وضع جدول التغيرات، ثم نشوفوا الوضع النسبي بين المنحنى سي اف أو سي جي والمستقيم ذو المعادلة إيكغيك إيكال أكس، يعني خطوتين مهمتين في دراسة أو أساسيتين في دراسة ما يسمى بالدالة. إذا هنا لدراسة ما يسمى بالدالة، إذا يستجيب استعمال اف بريم. فوالا اف بريم هنا على شكل يعني على شكل اش على جي بريم لي إيكال اش بريم في جي ناقص اش في جي بريم مقسومة على جي أو سي اثنان. حذاري ديما هذه اللي كتكون الفوق كتكون هنايا في الشقاق ديالها، بالتالي دونك إلا قلبتيهم صبقتي جي هنا جي بريم غتخرج لك بأن موان سا سوا فو. إذا هنايا سأتعامل مع إكس بريم عامل جذر إكس ناقص واحد ناقص إكس في الجذر إكس ناقص واحد بريم مقسومة على جذر إكس ناقص واحد الكل أسي اثنان. إذا غنرجع دونك الشقاق ديال إكس كما هو معروف أو مسلم به هو واحد، إذا تبقى لي جذر إكس ناقص واحد ناقص إكس. إذا الشقاق ديال جذر إكس هو واحد على جوج جذر إكس، فوالا، ثم الشقاق ديال ناقص واحد هو صفر. دونك بالتالي تبقى عندي جذر اكس ناقص واحد الكل اس اثنان. اذا تبقى عندي جذر اكس، اذا هنا غنصاوب الكتبه مزيان، دونك ناقص اكس في واحد وكار. يعني ممكن استعمال تقنيات اخرى، استعمال تقنيات اخرى معينه، مثلا غناخذ اكس جذر اكس لي ايكال ا اكس على جذر اكس ونضرب في المرافق فوالا وغنعوض. اذا جذر اكس في جذر اكس هي اكس، تمشي هادي مع هادي تمشي مع هادي مع هادي، دونك اش تبقى ليا جذر اكس ناقص واحد ناقص جذر اكس حذاري من جوج اسي مقسومه على جذر اكس ناقص واحد وكار. اذا بالتالي غرجع غنكتب هنايا شو روبورت ليكريتور اف بريم لي اكس. اذا عندنا هنايا بطاطا ناقص نص بطاطا تعطينا نص بطاطا ايسي ناقص واحد فوالا مقسومة على جذر اكس ناقص واحد الكل اسي اثنان. هنا غنوحد المقام غتعطيني ناقص جوج فوالا، والجوج غتهود لعندنا لتحت تتولي عندنا جذر اكس ناقص واحد الكل اس اثنان اسي فوالا اف بريم لاكس.
إذن هنا فاش كنصيبو اف بريم لي اكس، إذن نبحث على إشارتها أو نبحث عن إشارتها. إذن أول حاجة كنعرفو ندرسو إشارة ديال معادلة من الدرجة الثانية بجدول إشارتها، وبين أن حد ثانية كما رأينا في الجذع مشترك. هنا عندي جذر اكس ناقص جوج الذي يعتبر أو نوعا ما ويعتبر غير معروف. إذن بالتالي ممكن استعمال ما يسمى بالتقنية ديال الافتراض. إذن في هذه الحالة غنرجع، علاش؟ لأن سهلة. دونك غنشوف أني غندير المرافق. المرافق أيضا هو جميل جدا. دونك لتحديد شفنا المرافقات، أو المرافقات هي نوعا ما طريقة باش نحيدوا بها الشكل غير محدد. إذن هنا ممكن أيضا أننا نبحث بها على الإشارة إيسي. إذن جدر إكس ناقص جوج يعني أ ناقص بي عامل أ زائد بي، إذن تعطينا أ أسي 2 يعني هي إكس ناقص جوج وكاري هي 4 مقسومة على جوج. جدر إكس ناقص واحد وكاري عامل جدر إكس زائد جوج، حذاري من الأقواس هنا. بالتالي دونك غنشوفوا كيفاش غنتكلموا واحد شويه هنايا، لان الكلام مهم جدا لتحديد الاشاره. اذا اف بريم لي اكس ايكال اكس ناقص جوج على جوج الجذر ديال اكس ناقص واحد اس 2 جذر اكس زائد جوج. إذن دائما في الدول باعتبار خصوصا الوطني ديما اللي كيكون في البسط فمعروف عليه انه اكبر قطعا من الصفر او كيكون موجب نوعا ما. هنا لا اتكلم عن ما يسمى بالتمارين، ولكن اتكلم عن الوطني، لكن يستوجب نوعا ما اننا ديما نفيريفيو نتحققوا واش هذا الشيء موجب ولا لا. إذن لدينا جذر اكس ناقص واحد اس 2 بطبيعه الحال هي اكبر قطعا من الصفر، ماشي تساوي الصفر هنايا. علاش؟ لان عندنا 4 تسعود وهي كتنعدم فاش في اكس ايكال ا جوج. وايضا جذر اكس زائد جوج اكبر قطعا من الصفر، لان جذر اكس هو اكبر يساوي الصفر وجوج اكبر قطعا من الصفر، الى جمعناهم يعطونا اكبر قطعا من الصفر. اذا إشارة اف بريم هي إشارة الحدانية اكس ناقص جوج. إذن أقوم أيضا هنا بالجدول أو جدول الإشارة ديما في اكس ناقص جوج. فمولا فيني إيسي تنعدم فاش في جوج هنا بلس لانفيني. إذن إشارة أ على اليمين اللي هي تعتبر واحد بلوس موان إيسي. إذن ثم كنجي كنرجع لما يسمى بمجال التعريف. حذاري ديما حدانية غنخدموها أو معادلة مدرجة نخدموها في إر، ثم ناخدو داكشي اللي عندنا إيسي أو المجال التعريف اللي عندنا. إذن عندنا 4 وتسعود هنايا، إذن هي موجبة بين 4 وتسعود. ديما جدول التغيرات كنحاولوا ما امكن اننا نحطوه لداخل ثم نهزوه. دونك بالتالي دونك غادي نكتبوا دابا جدول التغيرات ديال الداله اف بهذا الشكل. اذا اف بريم لاكس بين 4 وتسعود كي دايره موجبه تماك. اذا اف لاكس اذا هي تزايدية. دونك ثم غادي ناخدو اف لربعة اللي كتعطينا 4 على الجذر ديال 4 ناقص واحد، اللي كتعطينا جوج ناقص واحد هي واحد تعطينا 4. اف لتسعود كتعطينا تسعود على الجذر ديال تسعود ناقص واحد هي 3 ناقص واحد تعطينا تسعود على جوج. أعيد الكلام، يعني إكس على جذر إكس ناقص واحد، إذن 4 على 4 دونك جوج ناقص واحد هي واحد، 4 على واحد هي 4، إف لتسعود هي تسعود، جذر ديال تسعود هي 3، 3 ناقص واحد هي جوج، تعطينا تسعود على جوج، بالتالي 4
طلع العد من العد 9 على 2 اللي هي كتساوي نورمالمون 4.5 كنوعا ما كطريقه من التحقق. اذا سأضع هنا هذا الجدول لاني ساحتاجه نوعا ما، دونك ساتركه هنا فيما يسمى بقاعه الانتظار لاذهب الان الى دراسه الوضع النسبي بين سي اف او بين اف لي اكس والمستقيم ايغريك و لا بوزيسيون رولاتيف انتر لا كورب سي اف اي لا دروات ايغريك ايغال اكس. اذا هنايا دراسه الوضع النسبي لي سي اف والمستقيم ذو المعادله ايغريك ايغال اكس. اذا هنا ساتكلم عن كيفيه دراسه الوضع النسبي. دونك لدراسه الوضع النسبي يستوجب اننا نشوفوا الاشاره بين من بين طرح سي اف ممثل رياضيا باف لإكس ناقص ويغريك إلى إكس ممثل بإكس إيسي فوالا. إذا سنبحث عن إشارته ثم نديرو الجدول أبخي. إذا ساعطينا إكس على جذر إكس ناقص 1 ناقص إكس اللي غنعمل بإكس إيسي لأنه علاش؟ لأنه موجب ناقص 1 ناقص 1 إيسي اللي كيعطينا بلوتو يعطينا إكس غنعملو واحد ناقص حذاري من هاد الموان إيسي دونك جذر إكس دونك ناقص واحد بلوس واحد مقسوم على جذر إكس ناقص واحد. إذا ساعطينا إيسي إكس عامل لجوج ناقص جذر إكس مقسومة على جذر إكس ناقص واحد إيسي فوالا. دونك لو ريزيلتا إيسي فوالا. دونك هنايا سنتعامل مع ايضا مع العمليه التاليه. دونك اذا هنا عندنا جذر اكس ناقص واحد وجوج ناقص جذر اكس. دونك اذا ساتعامل مع جوج بلس جذر اكس مقسوم على جوج زائد جذر اكس ايسي فوالا. دونك سألاحظ هنا أن هناك مرافق آخر هنا لا يمكن دراسته أو ممكن دراسته بشكل ما. إذا غندير جذر إكس زائد واحد على جذر إكس زائد واحد. إذا باش ما نكومبريش لي شوز، إذا إف لي إكس ناقص إكس إيكال إذا أ ناقص بي يعني 4 ناقص إكس فوالا. ثم هذا في هذا عندي واحد الاكس هنايا نورمال خصو يبقى 4 ناقص اكس. ثم عندي مقسومه على جوج بلس جذر اكس في فوالا جذر اكس زائد واحد مقسوم على جذر اكس هنا هي اكس ناقص واحد فوالا. اذا جو ريبورت لي شونس ici 4 ناقص x على x ناقص 1 فوالا في جذر x زائد 1 جذر 2 زائد جذر x. اذا هنايا كنلاحظوا ان هذا البلوك انه موجب بويسك هذا موجب وهذا موجب هذا موجب وهذا موجب. ثم عندنا x ايضا حتى هو موجب. اذا اشاره f لx ناقص x هي إشارة المعادلة من الدرجة الثانية فوالا. إذن إشارة هذه هي معادلة هي إشارة 4 ناقص x عامل x ناقص 1 إيسي مع و x يخالف 1 فوالا. رغم أن عندنا 4 تسعود سي ليبر ici de transformer
لي شوز. اذن بالتالي غنمشي غنرجع ايضا. دونك ساحاول دراسه العمليه اول حاجه. فوالا اذن هنا سا مجموعه من التلاميذ ربما السؤال هنا ورجع لهنا السؤال يعني ان اشاره او خارج القسمه الحدوديه على حدوديه او حدانية على حدانية هي ايضا اشاره الجداء يا معروفه. يعني هنا ممكن اني نفسر هذه العمليه بناقص 4 على 3 وناقص 4 في 3. هنا ماشي يهمناش لو كونتوني ici او مثل ما بالمضمون. اذا اللي تيهمنا وهي الاشاره ici. داكشي علاش درت الجداء هو ابسط بكثير. اذا غناخذ معادله اللي عندي 4 ناقص اكس عامل الاكس ناقص 1 ici. دونك تنعادم فاش في 4 اذا في 1 و 4. اذا هذا غندير لي واحد جوج خطايطاش ici. علاش؟ لان اكس يخالف 1. هنا غندير ان زيرو اللي هو نورمالمون فوالا. اذا هنا حذاري اشاره ا اكس في اكس هي ناقص اكس او كاري. اذا اشاره سالبه تنقولوا بان اشاره ا خارجه الجذور. وبالتالي غادي عندي ان موا وعندي ان موا ici ثم ان بلس ici. اذا غنمشي انا غناخذ 9. اذا 4 ناقص 9 ابليطو 4 و 9 انها سالبه ici. اذا غنرجع غندير الجدول اف لي اكس ناقص اكس بين 4 و 9 سالب. هنا غندخل غندير الوضع النسبي ici. اذا الوضع النسبي يعني اف لي اكس ناقص اكس اصغر ويساوي من الصفر. تحقق ديما من هنايا اصغر ويساوي من الصفر يعني اف لي اكس هي اصغر ويساوي من اكس. اذا سي اف تحت المستقيم ايغريك ايغال ا اكس. اذا من هنا دونك حنا استنتجنا ان سي اف هي تحت المستقيم ايغريك ايغال ا اكس بين 4 و 9. اذا من خلال هذا ثم هذا دونك سنتعامل مع المتشاريه التي سترون بانها متشاريه نوعا ما سهله جدا باستعمال ما يسمى بالداله. اذا رابعا دونك نعتبر واحد المتشاريه اي زيرو ايكال ان تسعود اي ان بلس ا إيغال ا UN على الجذر ديال UN ناقص واحد إيسي. ثم هنا كيف سوى N تنشمي إلى N. إذن أول سؤال بين أن UN محصورة بين 4 و 9. كيف سوى N تنشمي إلى إذن غرجة. أول حاجة الملاحظة هنا أول حاجة الملاحظة أن UN plus 1 هي دلالة ديال لا فونكسيون F لUN. إذن أول حاجة UN plus 1 يقال F لUN. ألوغ لكن نبين أن UN محصورة بين 4 و 9 غنبينوها بطبيعة الحال بالترجح. إذن من أجل ان ايغال ا زيرو اي زيرو عندنا هي شحال هي 9 فوالا. اذا اي زيرو تنشمي الى 4 9. اذا بالتالي صحيح يعني هذه اصغر ويساوي من 9 بمعنى انها كتضمن لنا 9 اسي. اذا صحيح. اذا نفترض ان UN محصورة
بين 4 و 9 ايسي فوالا. اذا لنبين ان UN بلس 1 محصورة بين 4 و 9. اذا هنا ساقوم بعملية بسيطة جدا، لن ما نضيعش الوقت هنا، لا بغيت نبين هذه تو سامبلومون. كناخذ الافتراض اللي هو يعتبر معطى و تنجيب من تحت منه اف كيدير على 4 9 كيمشي كنلقاها بانها تزايدية. اذا على دونك تزايدية بمعنى ان الصورة هنايا ما كتختلفش، اف 4 اصغر ويساوي من اف ل ان اصغر يساوي من اف ل 9. اذا هنا اف ل 4 لقيناها قبيله 4 اسي ياك حذاري اسي، هذاك الشيء علاش تكلمت على اون نوتاسيون اسي، انها غير لا فونكسيون عوضنا اكس باش ب ان واصبحت ان. اذا ان بلس ا يقال اف ل ان اسي، إذن f ل un هي un plus 1 فوالا، اللي هي أصغر أو يساوي من إيش؟ من 9 على 2. أيضا اللي لقيناها تما على 9 على 2 معروفة أنها أصغر أو يساوي من إيش؟ من 9. إذن أصبحت un plus 1 محصورة بين إيش؟ بين 4 وبين 9، وبالتالي اصبحنا او رجعنا لهذه العمليه ايسي. اذا دائما في داخل الداله، اذا كانت الداله يو ان بلس 1 يقال اف لي يو ان، ديما استعمل هذه الطريقه هنا، يعني الجدول او مسمى بالرتابه. حذاري اذا كانت تناقصيه خصك تقلب هادو، وبالتالي غادي يخرج لك هذاك الشيء صحيح. اذا ديما نستعمل الافتراض زائد الرتابه، نمشي حذري هنا خدمنا ب 4 9، ممكن نخدم على مجالات كبار، ولكن نعطيك ديما مجال صغير ضمن هذيك الداله هنا. اذا السؤال ب بين ان ان تناقصيه واستنتج انها متقاربه. إذن UN تناقصية حذر الرتابة داخل الدالة، ديما أستعمل ما يسمى بالوضع النسبي. إذن كيكس و إكس ينتمي 4 9، حدد حذاري من هنايا لقينا بأن F لإكس أصغر أو يساوي من إكس. إذن حنا عندنا UN تنتمي 4 9، إذن UN f ل un اصغر يساوي من un، بمعنى x يولي un، x يولي un ici. دونك بالتالي هذه ما تنساوش هي un بلس 1 اصغر يساوي من un. اذا un تناقصية ثم و un تناقصية ومصغورة، اذا متقاربة فوالا. دونك لاحظتم ان استعمل الرتابه في السؤال الاول اللي هو ديما بالترجع في ما يسمى بمشتري داخل الداله، ثم استعمل ما يسمى بالوضع النسبي بين سي اف واي ايكال اكس في السؤال التالي. دائما هذه الاسئله تكون في الوطني بهذا الشكل، اذا يستوجب استعمال دائما هذا الكلام اللي قلت هنايا. اذا ارجع للسؤال جيم، سؤال جيم وهو دائما الخلاصة، الخلاصة بين الخلاصة أن نخرجوا النهاية ديال UN حقنا بأنها متقاربة. إذا جيم أحسب النهاية ليميت بلس لانفيني ديال UN. إذا عند هذا السؤال يستوجب أننا نستعمل واحد الخاصية، هذه الخاصية اللي هي عندك في الدرس وتنبني على 5 شروط. إذا الشرط الأول، أول حاجة أن تكون عندي UN بلس 1 إيكال F ل UN، ثم و F تكون متصلة على
المجال اللي غندرسوا عليه ايسي. ثم عندنا هذا شرط جوج، ثم شرط ثلاثة ان اف لي 4 على 9 هي ضمن 4 على 9 يعني نفس المجال ولكن ضمن يعني الصورة خاصها تكون ضمن هذيك داك المجال. ثم اي زيرو تنتمي 4 9 فوالا. اذا الشرط هذا شرط 4. غندوز الشرط 5. اول حاجه بطبيعه الحال غنخرجوا النهايه، دونك بطبيعه الحال خاصها تكون متقاربه، اذا ان متقاربه فوالا الشرط الخامس. من خلال هذا الكلام كنقول هذا الكلام لدينا يو ان بلس ان يقال اف لي ان، اف متصله على 4 9، ثم اف لي 4 9 ضمن 4 9، ثم اي زيرو تنتمي 4 9، ثم يو ان متقارب. اذا كانت متقاربه ليكون ال نهايتها ومنه حسب الخاصية فإن ال حل للمعادلة اف ل x ناقص x إيكال أزيرو. إذن اعتمدت على هذه العملية f لx ناقص x إيكال أزيرو. لماذا؟ لأن الأصل ديالها f لx إيكال ax، لكن بعض التلاميذ يختزلون ال مع ال، دونك غنشوفوه في تمارين أخرى. إذن هنا بالتالي عندي باش نخرج النهاية f ل ال ناقص ال إيكال أزيرو. إذن تكافئ، سي ديجا وجدناها في المعطيات او في التمرين هنا، يعني ال على جذر ال ناقص 1 ناقص ال ايكال ازيرو تكافئ ال 1 على جذر ال ناقص 1 ناقص 1 اللي وجدنا ان ال إيكال أجدر ال أو جوج زائد أو ناقص جدر ال مقسومة على جدر ال ناقص 1. إذن بطبيعة الحال أن ال نورمالمو سينتمي إلى 4 9. إذن بالتالي دونك هادي تعطينا فوالا ال إيكال أزيرو أو جوج ناقص جدر ال إيكال أزيرو ومنه ال إيكال أزيرو أو جدر ال إيكال جوج ومنه ال إيكال أزيرو أو ال إيكال 4. من خلال هذا غنرفع اس 2 دونك تعطينا ال ايكال 4. اذا تنشوفوا ان هذا لا ينتمي الى 4 9 معنى اليميني، وهذا ينتمي الى 4 9. اذا بالتالي هذا هو ال ديالنا. اذا ال بلس لانفيني ديال يو ان ايكال 4 فوالا. أكون قد أكملت هذا الجزء، يعني متشاريات داخل الدالة اللي هي تنبني على جدول التغيرات كما شفتم، ثم غتنبني على الوضع النسبي لاستعمال الرتابة فاش في الترجع والسؤال ديال الوضع النسبي في الرتابة، ثم آتي هنا في الأخير أو ما هو الصعب ان بلا ما تبحث على النهايه هنايا خاصك تدوز من الشروط بخمسة، ثم تهضر ليكون ال نهايته ومنه حسب الخاصيه فان ال حل المعادله اف لي اكس ناقص اكس ايكال زيرو، اف لي ال ناقص ال ايكال زيرو. حذاري داكشي علاش درت انا اف لي اكس ناقص اكس ايكال زيرو، ما درتش اف لي اكس ايكال اكس. مجموعه التلاميذ تختزل هنا، لا يجب الاختزال. حذاري بعض المرات ال ايكال زيرو غيكون حل،
اذا اف لي ال ناقص ال يقال زيرو. من هو هذه العمليه؟ دونك هنا عملت ال يقال جوج ناقص جذر ال و ال ناقص واحد اللي هي تخالف. اذا غتاخذ ال يقال زيرو، جوج ناقص ال يقال زيرو. من هو ال يقال زيرو و ال او ال يقال اربعة. ال يقال زيرو لا تنتمي من ربعة تسعود، بمعنى ليس بحل. اذا ال يقال اربعة تنتمي الى ربعة تسعود، وبالتالي فهي النهاية التي نبحث عنها هنا لتتأكد أيضا أنها يعني أنها متقاربة. إذا بالتالي فقد مررت من عدة تطبيقات، وبالتالي أو أتمنى أن نكون قص واحد شوية يعني الأنواع ديال المتشابهات اللي عندنا في البكالوريا، سواء خارج الدالة أو داخل الدالة. أو والانتظارات هنا دائما هي معرفة ما يمكن فعله في كل تمرين. إذا هذه الطريقة هي طريقة عامة، سواء داخل الدالة أو خارج الدالة نستعمل نفس المنهجية اللي وردت لكم أو اللي شفتوها هنايا، فهي مناهج جيدة جدا لأنها عصارة ديال 14 سنة ديال التجربة في ميدان الرياضيات والفيزياء أيضا والكيمياء. ولا تنسوا أنكم تشاركوا وتفعلوا أيضا الجرس في قناتكم، ومرحبا بكم ومرحبا بلي كومونتير ديالكم، سواء طلبة أو ما يسمى أو أساتذة الأعزاء. أي كومونتير أي حاجة شفتوها مش تلهي، حنا نحن في البداية، ويلا تنصلحوا فروسنا وش نوريو ممكن نخطأ، علاش؟ لأن الإنسان خطأ بطبيعته. وشكرا على الانتباه.